بكرة موعد آخر، طبعا من بكرة لازم نكون كلنا مع الأخ المشاهد اللي يقول أنت تتمجد في الهلال. الهلال هو سفير كرة القدم السعودية الآن في دوري أبطال آسيا، وهو الممثل الرسمي اللي المفروض كلنا نكون معاه لمن أراد، ما أنت مجبور، بس بلا شك أن كرة القدم السعودية الآن لديها سفير يذهب إلى مواجهة كبيرة مع السد القطري يوم الثلاثاء في الدوحة. ادعوا له يا رب، واللي ما راح يدعي مش فارقة معانا يعني. الله كبير، تصبح على خير. شعار